بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس السادس والعشرون. شارب أبيض، شارب منعوت أبيض نعت. أو تقول شارب خبر ومبتداؤه محذوف. التقدير: هذا شارب أبيض. أبيض لا ينون لأنه ممنوع من الصرف، والمانع له وزن الفعل والوصف. شارب أسود، شارب منعوت أسود نعت. عنقي طويل، عنقي مبتدأ وهو مضاف، والياء ضمير المتكلم مضاف إليه. طويل خبر. هذا الهضب أسود، هذا اسم إشارة مبتدأ، الهضب نعت لهذا، أسود خبر. عنقك قصير، عنق مبتدأ وهو مضاف، والكاف ضمير متصل مضاف إليه. قصير خبر. احفظوا لسانكم من الكذب. احفظوا فعل أمر، والواو فاعل، والألف فارقة بين الاسم والفعل، مبني على السكون لا محل له من الإعراب. لسان مفعول به، مضاف كم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. من الكذب جار ومجرور متعلق بالفعل احفظوا. التلميذ المؤدب لا يكذب أبدا. التلميذ مبتدأ، المؤدب نعت للتلميذ. لا نافية حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. يكذب فعل مضارع خبر، وفاعله ضمير مستتر تقديره هو، وهو عائد على المبتدأ. أبدا ظرف زمان منصوب بالفتحة على أنه مفعول فيه لي يكذب. لما لا تكتب مكتوبك. لما جار ومجرور متعلق بالفعل تكتب. لا نافية تكتب فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت. مكتوب مفعول به وهو مضاف، والكاف ضمير متصل مضاف إليه. الأولاد مؤدبون لا يكذبون. الأولاد مبتدأ، المؤدبون نعت. لا نافية يكذبون فعل مضارع خبر، والواو فاعل وهو عائد على المبتدأ. خمس أنامل، خمس عدد أنامل معدود. هل تحب البرتقال؟ نعم أحبه جدا. هل حرف استفهام؟ تحب فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت. البرتقال مفعول به. نعم حرف جواب. أحب فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر تقديره أنا. والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به. جدا مفعول مطلق لفعل محذوف. التقدير: جد جدا أو جد جدا أو أجد جدا. وهل تحب الليمون؟ لا لا أحبه. وحرف عطف أو حرف استئناف. هل حرف استفهام؟ تحب فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت. الليمون مفعول به. لا حرف جواب. لا نافية أحب فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر تقديره أنا. والهاء ضمير متصل مفعول به. هذا أنفي، هذا اسم إشارة مبتدأ، أنفي خبر وهو مضاف، والياء ضمير متكلم مضاف إليه. هذا رأسك، هذا اسم إشارة مبتدأ، رأس خبر وهو مضاف، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جد مضاف إليه. شعر جدي أبيض. شعر مبتدأ وهو مضاف، جدي مضاف إليه. جدي مضاف وياء المتكلم مضاف إليه. أبيض خبر. شارب أبي أبيض. شارب مبتدأ وهو مضاف، أبي مضاف إليه. أبي مضاف وياء المتكلم مضاف إليه. أبيض خبر. لكل كف خمس أصابع ولكل إصبع زفر. لكل جار ومجرور متعلق في كائن تقديرا، وشبه الجملة في محل رفع خبر مقدم. كل مضاف، كف مضاف إليه. خمس مبتدأ مؤخر وهو عدد أصابع معدود. وحرف عطف
لكل إصبع زفر معطوف على لكل كف خمس أصابع. شعر سليم أسود، شعر مبتدأ وهو مضاف، سليم مضاف إليه. أسود خبر، لا تكذب أبدا. لا ناهية حرف مبني، تكذب فعل مضارع مجزوم بلا، وعلامات جزمه السكون، وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت. أبدا ظرف زمان منصوب بالفتحة على أنه مفعول فيه لتكذب. لا تكذب أبدا. لا ناهية تكذب فعل مضارع مجزوم بلا، وعلامات جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. أبدا ظرف زمان منصوب بالفتحة على أنه مفعول فيه لتكذب. لا تحرك إصبعك. لا ناهية تحرك فعل مضارع مجزوم بلا، وفعله ضمير مستتر تقديره أنت. إصبع مفعول به وهو مضاف، والكاف ضمير متصل مضاف إليه. خطبك أسود، خطبك مبتدأ وهو مضاف، والكاف ضمير متصل مضاف إليه. أسود خبر. هؤلاء التلامذة لا يكذبون. هؤلاء اسم إشارة مبتدأ، التلامذة نعت لهؤلاء. لا نافية يكذبون فعل مضارع مرفوع، وعلامات رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، والواو فاعل. نحن لا نكذب أبدا. نحن ضمير منفصل مبني على الضم في محل رفع مبتدأ. لا نافية حرف مبني، نكذب فعل مضارع خبر، وفاعله ضمير مستتر تقديره نحن، وهو عائد على المبتدأ. أو تقول لا نكذب جملة فعلية خبر، وفاعله ضمير مستتر تقديره نحن، وهو عائد على المبتدأ. أبدا ظرف زمان بالفعل نكذب. التلامذة المجتهدون لا يلعبون وقت الدرس. التلامذة مبتدأ، المجتهدون نعت للتلامذة مرفوع مثله لأنه يتبع المنعوث في إعرابه. لا نافية يلعبون فعل مضارع خبر، والواو فاعل وهو يعود على المبتدأ. وقت ظرف زمان بالفعل يلعبون وهو مضاف، الدرس مضاف إليه. إخوتك لما لا يقرؤون. إخوتك مبتدأ وهو مضاف، والكاف ضمير متصل في محل جر مضاف إليه. لما لحرف جر ما اسم استفهام مجرور، والجار والمجرور متعلق بالفعل لا يقرؤون أو يقرؤون. لا يقرؤون جملة فعلية خبر، والواو فاعل وهو عائد على المبتدأ. أو لا نافية يقرؤون فعل مضارع خبر. والله أعلم بالصواب.